ليرفع البطولة رقم 44 في تاريخ النادي الأهلي، ليتواصل المجد، والمجد أهلي. دولة جديدة من الدوري المصري، الأهلي يحل ضيفا على فريق البنك الأهلي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري. انتظرونا، وتغطية حصرية لكواليس الفريق وتحليل فني شامل للمباراة مع نخبة من نجوم التحليل. ودي كرة الضوء. الكابتن محسن صالح، الكابتن هاني رمزي، والمحلل الفني محمد الباز، وفقرة الحالات التحكيمية مع المحاضر الدولي ناصر عباس، في ضيافة أسامة حسني في استاد الأهلي في الأوقات التالية على قناة الأهلي.